فاليري أبو شقرة بالجزء الثاني من الهيبة بعد انسحاب نادين نجيم. اختارت شركة صباح للإعلام ملكة جمال لبنان لسنة 2015 فاليري أبو شقرة لتنضم لأسرتها كواجهة تمثيلي جديد، وعم تستعد فاليري لخوض أولى تجربة تمثيلية من خلال ورشات عمل مكثفة بإشراف فريق عمل الشركة المختص. ومن المقرر أنه تشارك فاليري بمسلسل الهيبة بجزءه الثاني وتلعب دور مستحدث على العمل لتكون أحد الوجوه النسائية الرئيسية. نذكر أنه شركة الصباح رح تعلن تباعاً أسماء النجوم المنضمين للجزء الثاني من مسلسل الهيبة يلي رح ينعرض برمضان 2018، وهو من كتابة هوزان عكو، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة صباح للإعلام. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفان على يوتيوب، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجودة أسفل الفيديو.